إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير، فهل نصلي فيه وعليه الدم؟ وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا؟ ايش؟ وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي أو في الطواف أو الرمي؟ أفيدونا بذلك مأجورين. الدم إذا كان طاهرا فإنه لا يضر إذا وقع على الإحرام أو غيره من الثياب، والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها كدم الكبد ودم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك. وأما إذا كان الدم نجسا فإنه يغسل سواء في ثوب الإحرام أو غيره، وذلك الدم المسفوح. فلو ذبح شاة مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام أو على بدنه، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يعفى عن الدم اليسير بمشقة التحرز منه. وأما قوله وماذا على المحرم في الطواف والسعي، فعليه ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت فيجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود 7 أشواط لا تنقص، وكذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لا تنقص، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وما يفعل الحجاج معروف في المناسك، فليرجع إليه هذا السائل. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.